خلينا بقى نروح دلوقتي لملف اخر، ولينا كلام كتير اكيد عن استعدادات الاهلي لمواجهه بيراميدز زي ما كنا بنتكلم في بدايه الحلقه ان شاء الله بكره الخميس في اطار منافسات بطوله الدوري الممتاز. امبارح كان في مسحه طبيه قبل انطلاق المران، والدكتور احمد ابو عبله رئيس الجهاز الطبي للفريق الاول لكره القدم قال وليد سليمان لاعب الفريق للاسف الشديد تعرض لتمزق في العضله الخلفيه وبيحتاج لفتره علاج هتتراوح ما بين 3 و4 اسابيع. وليد سليمان زي ما احنا عرفنا او سمعنا تعرض للاصابه خلال مشاركته في مران الفريق الاول بعد مواجهه الترجي اللي اقيمت السبت اللي فات، ده في اياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا، والاشعه خليني اقول لحضراتكم بتاعته يعني اصفرت على تمزق في العضله الخلفيه، ده بعيدا عن موضوع اصابته القديمه اللي كانت موجوده قبل كده اللي ابعدته عن المشاركه الجماعيه، فاكيد ده خبر يعني يحزننا كل ان شاء الله الشفاء. ندعي لك لكابتن وليد سليمان ان شاء الله يقوم بالسلامه.